وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنقدم مع بعض تاني حلقه من حلقات بليز. اول حاجه هنقدمها مع بعض هتكون تارت جوز الهند، وتاني حاجه هتكون تشيز كيك بدون قاعده، تشيز كيك المانجا بدون قاعده. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلويات دي مع بعض. أهلا وسهلا بيكم. نعمل أول وصفة من تاني حلقة من حلقات بليز اللي هي تارت جوز الهند. الحشوة هتكون 2 كوب جوز هند مبشور، نص عبوة من الحليب المكثف المحلى، نص معلقة صغيرة جوز الطيب، 2 معلقة صغيرة سكر، و2 معلقة صغيرة عصير ليمون. بالنسبة للعجين هيكون 2 كوب دقيق، 1 كوب زبدة، وماء مثلج حسب الحاجة. هنحط كل مقادير الحشو مع بعض، جوز الطيب، الملح، جوز الهند، الليمون، والحليب المكثف المحلى، ونغطي نقلبهم مع بعض. وفي نفس الوقت هنحط الزبدة والدقيق مع بعض ونخلطهم، وهنشوف لو هنحتاج نزود لهم مية ولا لأ وقد ايه. نقلب الخليط ده، هيكون مش ما فيهوش يعني سوائل كتير قوي. اللي يحب ممكن يزود حليب مكثف محلى اكتر. دلوقتي نبتدي نحط شوية مية محتاجة، كده العجينة بدأت تتجمع. وطبعا لما تجهز هناخدها نحطها في قالب التارت، وهنخبزها مع طبقة من البقول لحد ما تبقى نص سوا. ودلوقتي نجيب الحشو ونحطه القاعدة بتاعة التارت ونسويه. ودي طبعا تكون أحلى لو معمولة بجوز هند طازة مبشور، بس هو صعب إن هو يتلاقى في كل وقت. ودلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 170، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. وده بيكون شكل تارت جوز الهند من بليز، ويا رب تكون عجبتكم. ونطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض.
أهلاً وسهلاً بيكم. نعمل تاني وصفة من تاني حلقة من حلقات بليز، اللي هي التشيز كيك المانجا بدون قاعدة. ومقادير التشيز كيك هيكون 500 جرام مانجا مكعبات، 1 كوب عصير برتقال، نص كوب عصير أناناس، 1 كوب سكر، 3 معلقة كبيرة جيلاتين، 500 جرام زبادي، 250 جرام كريمة أو جبنة كريمية، و2 كوب كريمة مخفوقة. وعندنا طبعا مانجا للتزيين. هحط عصير البرتقال والاناناس والسكر وهنخليهم على النار لحد العصائر ما تغلي، لأن العصائر دي فيها إنزيمات مش هتخلي الجيلاتين يبقى متفاعل كويس مع الخليط ومش هيمسك، فلازم نغليها علشان نموت الإنزيمات دي، وبالطريقة دي الجيلاتين يخلي التشيز كيك ماسكه نفسها، لان دي هتدخل الثلاجه مش هتدخل الفرن. لحد العصاير ما تغلي والسكر يدوب معاها هنجيب الجبنه الكريميه والزبادي نخلطهم مع بعض كده. السكر داب خلاص، فاضل ان العصائر تغلي. اوكي، هو ابتدى دلوقتي يطلع فقاعات كده، يبقى خلاص هيبتدي يغلي. اوكي، ودلوقتي هنحط معاه الجيلاتين علشان يدوب في العصير. ودلوقتي علشان احنا غليناه فالجيلاتين هيأثر في الخليط. نتأكد انه داب كويس. ولو حسينا ان في حتة ما دابتش كويس فيه ممكن نصفيه، علشان اي حتة جيلاتين ما دابتش ما تبقاش في وسط التشيز كيك. ودلوقتي هنحط الخليط على الجبنة والزبادي نقلبهم مع بعض. وهنحط الكريمة المخفوقة نقلبها بالراحة. ونضيف المانجا. ونجيب صينية التشيز كيك ونحط فيها الخليط.
ودلوقتي هندخلها التلاجة لحد ما تمسك، وبعد كده نقدمها مع بعض. وده بيكون شكل التشيز كيك بعد ما بتجمد وبتطلع من التلاجة، وهنحط عليها مانجا للتزيين. وبكده نكون خلصنا تاني حلقة من بليز، فاضل لنا حلقة كمان إن شاء الله، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.